بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للإمام الجليل الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا في باب التنزيهات عند قوله ولا يشبهه شيء، بعد أن تكلم عن نفي التبعيض والتجزئة ونفي الكيفية والزمان والمكان إلى غير ذلك. وصلنا عند قوله ولا يشبهه شيء، يعني المشابهة هنا كلمة ولا يشبهه، يعني لا يوجد شيء يشبه المولى، وكذلك المولى سبحانه وتعالى هو لا يشبه شيء. فالمشابهة من الايه؟ من الجانبين، لأن الشيء إذا شابه شيئا فإن هذا الشيء يشبهه وهو ايه؟ يشبه ذلك الشيء. فكلمة مشابهة ومماثلة ومضاهاة هذه مفاعلة، والمفاعلة تكون من الايه؟ الجانبين، كما تقول قاتل، قاتل زيد مثلا ايه؟ عليا. يبقى اذا علي ايضا قاتل ايه؟ زيد. المقاتلة مفاعلة والمشابهة مفاعلة. فما المراد بشيء لا يشبهه شيء؟ يعني الأشياء إما أن تكون جواهر، وإما أن تكون أعراض، وإما أن يكون الشيء مادي، يعني نقول على الحجر شيء والحديد شيء، ونقول مثلا على الأمور اللي غير مادية زي مثلا الحزن الألم نقول إيه؟ شيء أيضا. فكلمة الشيء عامة تشمل الجوهر شيء، والعرض شيء، والجسم شيء، والمادي شيء، وغير المادي شيء. إذن فلا يشبهه جوهر ولا عرض، ولا يشبهه شيء مادي أو غير إيه؟ مادي، يعني مجرد عن الإيه؟ المادة. اقرأ يا شيخ كده. ولا يشبهه، ولا يشبهه شيء أي لا يماثله. عرفنا المراد بالشيء يعني كل ما هو يسمى شيء، جوهر أو عرض، جسم مركب غير مركب، مادي غير مادي، فهذا إيه؟ ها؟ نفي. لا يشبهه شيء، وشيء نكرة، ونكرة في سياق النفي تفيد له العموم، يعني أي شيء. أي لا يماثله. يبقى إذن هو عمل إيه هنا؟ ماذا فعل الشيخ التفتزاني؟ قال ولا يشبهه، فشرح لنا معنى المشابهة ففسرها بالإيه؟ بالمماثلة. لكن في تفسير المشابهة بالمماثلة خلاف، يعني هل هناك فرق بين المشابهة والمماثلة؟ قالوا المماثلة لما يكون الشيء فيه مشابهة مع شيء آخر من جميع الوجوه، فهذه تسمى إيه؟ مماثلة. أما إذا كان في بعض الوجوه فهذه تسمى مشابهة، أما إذا كان في وجه واحد فهذا يسمى النظير أو المناظرة.
إذن ما الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير؟ فكلمة المثيل أو المماثل هو الذي يشاركك في جميع الوجوه، يعني زيد وعمر هناك إيه مماثلة لأنه مشترك معه في الماهية، لأنه إنسان وهذا إنسان وهذا نوع، والإنسان عبارة عن إيه؟ عن الماهية، ماهية الإنسان حيوان ناطق، فعمر حيوان ناطق وزيد حيوان ناطق، هذه تسمى إيه؟ مماثلة، لأنه إيه؟ مثلك من جميع الوجوه، هو إنسان وأنت إنسان، هو من بني آدم وأنت من بني آدم، هو حيوان ناطق وأنت كذلك، فهذا مشارك لك، فهذا يسمى إيه؟ مثيل. أما المشابه هو الذي إيه؟ يشارك في بعض الوجوه، والنظير هو الذي إيه؟ يشارك في وجه واحد. فهنا الشيخ فسر المشابهة بالإيه؟ وهذا فيه خلاف، يعني منهم من جعل المشابهة والمماثلة واحد، ومنهم من إيه فرق. الله. ولا يشبهه شيء أي لا يماثله. أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد يعني هنا استدرك ففسر المشابهة بالمماثلة، لكن استدرك فقال أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة، يعني الاتحاد يعني بين شيئين في الحقيقة، يبقى إذن معناها في جميع الصفات، وهذا مذهب إيه؟ مذهب الأشعرية يفسر، ولذلك هو لا يجري على كلام مين الماتريدية، لكن عند الأشاعرة أن المماثلة غير الإيه؟ غير المشابه، لأنه المماثلة زي ما قلنا الاتحاد في إيه؟ في جميع الصفات، هذه تسمى إيه؟ مماثلة. أما إذا كان في أكثر الصفات أو في بعض الصفات فهذه إيه؟ ولهذا فسر المماثلة المشابهة بالمماثلة، ثم قال إذا أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة، يعني في إيه؟ في جميع الصفات، فظاهر هي معنى فظاهر، يعني إن أريد بالمماثلة المنفية الاتحاد في الحقيقة، يعني في تمام الماهية، كالاتحاد بين أفراد النوع الواحد زي الإنسان نوع، ويتحد فيه زيد وعمر وبكر وخالد وإدريس وإبراهيم وعلي، كل ذا إيه؟ نوع واحد، فإنهما متحدان في الحيوانية والناطقية، فظاهر أنها بهذا المعنى محال، يعني المماثلة بمعنى الاتحاد في الحقيقة أو في الماهية هذا محال. لماذا؟ لما يلزم عليه من تعدد واجب الوجود، لأنه إذا كان المماثل له متحد معه في الحقيقة وهما إيه؟ اثنان أو أكثر، فكلمة فظاهر يعني فظاهر أنها بهذا المعنى محال. لماذا محال؟ لأنه يؤدي إلى تعدد الواجب، والواجب إيه؟ واجب الوجود لا يتعدد، لا يكون إلا واحدا، فمعنى أنه واحد يعني لا مماثل له، لأنه هو مماثل لمن يماثله، ومن يماثله مماثل له، إذن فيكون إيه؟ متعددا، لأنه لا نقول إن الواحد مثل نفسه، لابد أن تكون المماثلة مع شيء آخر،
أو تكون المشابهة مع غيره. إنما هل نقول أنه الواحد أو الشيء الذي إيه لا يتعدد له شبيه؟ فمعنى أنه واحد يعني ليس له شبيه وليس له إيه مثيل. وقلنا ممكن يراد بالمماثلة الاتحاد، وممكن يراد بها المشابهة، لأن الشيخ فسرها وقال لا يشبهه شيء أي لا يماثله. نعم. أما إذا أريد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر، وأما إذا أريد بها كون شيئين يعني هذا معنى آخر للإيه؟ لإيه؟ للمماثلة. يعني إما أن يراد بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة، يعني كاتحاد زيد وعمر في حقيقة واحدة هي الحيوانية والناطقية، ولكن قد يراد بالمماثلة معنى آخر غير الاتحاد في الحقيقة. أما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر، أي يصلح كل لما يصلح له الآخر، هنا ما أراد بها الاتحاد في الحقيقة، ولكن أراد بأن هو ومثيله أو من يماثله أو يشابهه يسد مسده، يعني يحل محله. مثلا أنت ولك شريك في التجارة، فإذا غاب أحد الشريكين حل الآخر إيه؟ محله وقام مقامه. مثلا أنا أستاذ وأدرس التوحيد، ومعي آخر يدرس لكن هو ليس مماثل لي في جميع الصفات قد يكون، ولكنه يحل أو يسد مسدي، يعني إذا أنا غبت أو مت يدخل مكاني وإيه ويدرس، فهذا يسمى إيه؟ مثله قام بإيه؟ بواجبه، يعني أحدهما يقوم مقام الآخر. هذا معنى آخر للإيه؟ للمماثلة. وأيضا هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ طب المعنى الأول المماثلة بمعنى الاتحاد في الحقيقة محال، طب والمماثلة بمعنى كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر لماذا يكون محالا؟ يلا. وأما إذا أريد بها كون شيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر، أي يسلب كل بما يسلب له الآخر، فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده تعالى، يعني لا يوجد شيء من المخلوقات، لو افترضنا أن الحق سبحانه وتعالى غاب مثلا أو ليس موجودا، هل يمكن شيء آخر يسد مسده؟ فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده تعالى، لأنه ليس شيء من المخلوقات أو من الموجودات له أوصاف المولى زي العلم والقدرة والإرادة والحياة، ليس هناك آخر متصف به. فلو كان هناك شيء من الموجودات له نفس الصفات ممكن يسد إيه؟ مسده أو يحل إيه؟ محله، لكن هل يوجد شيء من المخلوقات يقوم مقامه؟ لا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني إن هنا بمعنى ما نافية، يعني ما أمسكهما أحد من بعده. فلأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده تعالى في شيء من الأوصاف، فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك، وغير ذلك يعني الحياة والإرادة والسمع والبصر، فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث إيه
لا مناسبة، يعني لا توجد مقارنة ولا مشابهة بين أوصافه وبين أوصاف المخلوقات. أولا واحد يسأل، الله تعالى يوصف بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالسمع وبالبصر، وغيره يوصف بإيه؟ بهذه الصفات، يعني نقول زيد عالم أو زيد قادر أو زيد سميع أو زيد، لكن ليس هناك مناسبة ولا موائمة ولا مشابهة بين أوصافه تعالى وبين أوصاف المخلوقين، وإن أخذت نفس الأسماء كالعلم والقدرة والإرادة والسمع، لأن علمه تعالى قديم وعلم غيره حادث، وعلمه تعالى لم يسبق بجهل وعلم غيره سبق بجهل، وعلمه تعالى ليس محدودا وعلم غيره محدود، إلى فإذا ما فيش مناسبة، فلا يمكن أن يقوم أحد من المخلوقات مقامه، لا من حيث العلم ولا من القدرة ولا من الإرادة ولا غير ذلك. أهو معنى فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك، غير ذلك يعني باقي الصفات أجل وأعلى مما في المخلوقات، لأنها في المخلوقات محدودة وفي المخلوقات حادثة وفي المخلوقات لها بداية ولها نهاية، أما في الخالق سبحانه وتعالى فإنها غير متناهية. قال في البداية، البداية هذا كتاب اسمه ايه؟ البداية في أصول الدين. قال في البداية أجل إن والبداية في أصول الدين كتاب على عقائد، بيشرح بطريقة مبسطة عقائد الماتريدية، كتاب البداية مطبوع يشرح عقائد الماتريدية بس بطريقة للمبتدئين سهلة مبسطة، اسمه كده البداية في أصول الدين. مؤلف ما تريدي، هتجد اسمه لو بحثت عنه تجد اسمه. نعم. قال في البداية، هو كتاب تراثي مش حديث، كتاب قديم. نعم. أحمد ابن محمود الصابوني، بس الصابوني هذا معاصر، لا صابوني قديم غير هذا. نعم. قال في البداية أجل إن العلم منا موجود وعرض ومحدث وجائز الوجود. شوف كده، يعني كأنه يريد أن يشرح لك أن أوصافه تبارك وتعالى أجل وأعلى. قال في البداية أجل كده أو أجل، أجل يعني بمعنى نعم، إن العلم منا موجود وعرض ومحدث وجائز الوجود، والأولى حذف كلمة موجود، لأنه كلمة موجود هنا يشترك فيها القديم والحادث، وهو العلم منا موجود والعلم منه موجود، فإحنا نريد التفرقة هنا، لكن العلم منا عرض، لكن بالنسبة له تعالى صفة. ولماذا؟ إيه الفرق بين الأعراض وبين الصفات؟ لا يقال في صفات الله أعراض، إنما في صفات المحدثين أو في صفات المخلوقات تسمى أعراضا لأنها تقبل الزوال أو تزول فعلا. فالعلم منا موجود وعرض، لكن بالنسبة له تعالى صفة ليس عرضا، ومحدث، أما العلم منه تعالى قديم، وجائز الوجود، لكن العلم منه تعالى ليس جائز الوجود ولكنه واجب الوجود. هنا كأنه قال لك كيف يكون بين صفاته تعالى وبين صفات المخلوقين مناسبة،
مع أنه علمه تعالى قديم وعلومنا حادثة، وعلمه تعالى واجب الوجود وعلومنا إيه أو علمنا جائز الوجود، وعلمه تعالى صفة وعلمنا نحن إيه من باب أو من قبيل الإيه العرض، ومتجدد في كل زمان. يبقى إذن العلم منا متجدد، يعني كل ما تحصل علم أو تتعلم علم يتجدد لك، بخلاف علمه تعالى غير إيه غير متجدد. فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة وقديما وواجب الوجود ودائما من الأزل إلى الأبد. يعني عندما نثبت العلم صفة لله غير ما نثبته صفة لغيره، فبالنسبة لله لكان موجودا، يعني إيه؟ يعني موجودا قديما، ليس موجودا إيه حادثا، وصفة يعني لا يكون عرضا، وقديما يعني لا يكون حادثا، وواجب الوجود يعني لا يكون جائز الوجود، ودائما من الأزل إلى الأبد يعني ليس متجددا. فلا يماثل علم المخلوق بوجه من الوجوه. يعني لا يماثل علم المخلوق بوجه من الوجوه، يعني إذا كانت ليس هناك مماثلة في وجه واحد فكيف تكون في جميع الوجوه؟ يعني إذن لا توجد مماثلة ولو في وجه واحد بين علم الخالق وبين علم الإيه المخلوق. وهذا كلامه يعني يقصد إيه صاحب الإيه البداية. وقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. نعم. حتى لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة. يعني هو بيقول المماثلة تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف، حتى لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة. يبقى في هذه الحالة بيفرق بين المماثلة والإيه والمشابهة، فالمماثلة لازم تكون في إيه؟ أما المشابهة تكون في بعض الإيه الأوصاف. ولذلك تجد مثلا في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هنا نفى إيه المماثلة، والمماثلة لا تثبت إلا بالاشتراك في جميع الإيه الأوصاف. فلو اختلف في وصف واحد يصبح إيه لا تسمى مماثلة إلا بالاشتراك. وتجد في طوالع الأنوار للإمام البيضاوي ذكر تقريبا حوالي 8 ألفاظ تؤدي معاني متقاربة: المماثلة، المشابهة، المضاهاة، المساواة، المطابقة، المشاكلة. هما 8 ألفاظ، قلنا كم منهم: مماثلة، مشابهة، مضاهاة، مشاكلة، مطابقة، مناسبة، مجانسة. كم كذا؟ سبعة. انتوا فكروا في الثامن. انا لا لا نعد تاني: مماثلة 1، مشابهة 2، مضاهاة، مشاكلة، مطابقة، مناسبة، مجانسة، مساواة. كده كم؟ 8. طيب ايه الفرق بين الـ قالوا المماثلة
هي كذا الاتحاد بين اثنين في النوع، في النوع اسمه ايه؟ مماثلة، زي بين زيد وعمر، فنقول زيد مثل. ليه؟ لأن الاتحاد بينهما في النوع، يعني أنا أتحد معك في ايه؟ في النوع، فأنا مثلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه متحد مع المرسل إليهم في النوع، هو بشر وهم ايه؟ فقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، مش شبهكم، لأنه ايه؟ متحد معهم في النوع، هم بشر وهو ايه؟ وهو بشر. وفي القرآن برضو قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، هم فهموا ايه معنى المماثلة اللي هي الاتحاد في ايه؟ اتحاد بين اثنين في النوع. ده الكلام اللي هنا كلام النسب، كلام الشيخ التلتزاني، اما الكلام اللي بنقوله ده كلام مين؟ الشيخ البيضاوي. فيقول المماثلة اتحاد بين اثنين في النوع، لكن ممكن انت وزيد او انت وعمر انسان، يعني متحدين في ايه؟ في النوع. أما أنت والفرس الاتحاد بينكما في الجنس، فهو حيوان وأنت حيوان، جنس واحد، لكن في الفصل في اختلاف، هو غير ناطق وأنت إيه؟ ناطق، يعني هو حيوان صائد وأنت حيوان ناطق، فالاتحاد بينكما في الإيه؟ فهذه مجانسة. طب والمشابهة، الاتحاد في الكيف، يعني ده شراب، ده اسمه ايه؟ ده ينسون، مش كده؟ ده مش شاي، ده شاي، ده شاي اخضر شيء. لا يا اخي مكتوب عليه يا وشاهد شاهد من اهل، وانتوا كل ما هو اخضر يسمى شاهد. البرسيم اخضر، خلاص. يبقى الاتحاد بين اثنين في النوع اسمه مماثلة، اما في الجنس اسمه مجانسة. اما في الكيف، يعني مثلا الماء بارد والياسون بارد، يبقى اتحد في الكيف، هذا حار وهذا حار، يبقى هم مش متحدين في النوع، نوع مختلف، لكن الاتحاد في الايه؟ في الكيف، يبقى هذا اسمه ايه؟ مشابهة. يبقى المشابهة اتحاد في الكيف، والمماثلة اتحاد في ايه؟ والمجانسة اتحاد في الجنس. طب والمناسبة، يعني انت وعلي، انت ابن احمد وعلي ابن احمد، فأنتم تنسبان إلى أب واحد أنت وأخوك، فبينكما اتحاد في النسبة إلى ثالث، فهذه تسمى مناسبة. بعد كده إيه؟ المشاكلة، نقول لك هذا شكله مثلها، يعني في الشكل واحد، يعني تجد مثلا البناء ده طويل او ايه، او مثلث، او يعني شكل الهندسي، وبناء اخر مثله في الشكل. كنا نروح بلاد الخليج نلقى بنين البيوت زي الكره كده، لكن في الداخل في غرف بس من الخارج تجده ايه؟ شكل الكره، او ممكن تجد الفندق شكل المثلث، او شكل الصاروخ، او شكل الطائره، أو شكل آخر، ممكن يعملوا لنا فنادق في الخارج شكل الحمار مثلا. فلو كان الشكل واحد تسمى إيه؟ مشاكلة. ده بعد كده إيه؟ الإيه؟ المضاهاة. المضاهاة أيضا فيها إيه؟ اتحاد. في لو رجعنا إلى البيضاء ممكن تغيب عنا المعلومات، اللي بعدها اسمه إيه؟ المساواة، مش كده؟
المساواة الاتحاد في العدد، يعني هذا خمسة وهذا خمسة بس فقط، ممكن يكون دولة خمسة ذهب وهذه خمسة فضة أو هذه خمسة رجال وهذه خمسة، المهم العدد إيه، فهذه تسمى مساواة اتحاد في الإيه في العدد. يعني هذا الكتاب 100 صفحة، وفي كتاب آخر بس ليس في العقائد أو في الكلام، يكون مثلا في الهندسة أو في الكيمياء 100 صفحة، يبقى في اتحاد بين الكتابين في مساواة، يعني اتحاد في الإيه في العدد. أما المطابقة اتحاد في الأطراف، لما تضع شيء على شيء يطابقه، هذا يسمى إيه؟ مطابقة. وهكذا يبقى إذن الألفاظ التي تدل على المشاركة 8: مماثلة، مشابهة، مضاهاة، مناسبة، مجانسة، مشاكلة، كل هذه منفية، لأنه جاء في القرآن بأدق الألفاظ بنفي المماثلة في جميع الوجوه. يبقى إذن لا حاجة أن يذكر الألفاظ الأخرى، ما فيش مشابهة ولا في وجه في جميع الوجوه، واضح؟ يلا يا شيخ. لقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. يعني لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة، إذن فلا نقول إن الإنسان مثل الفرس. ليه؟ لأنه اختلفوا في وجوه، وقلنا لو في واحد فقط، يبقى متى تثبت المماثلة؟ ها؟ الجميع. إذا إيه؟ ها؟ إذا كان هناك اشتراك في جميع الأوصاف. أما إذا حصل اختلاف في بعض الأوصاف ولو في واحد، تنتفي المماثلة. خلاص؟ يلا. وقال الشيخ أبو المعين في التبصرة، الشيخ أبو المعين اللي هو النسفي، بس غير النسفي اللي هو إيه؟ اللي هو صاحب العقائد اللي احنا بنشرح في كلامه الآن. يعني النسفي الشيخ أبو الشيخ الإمام اللي معانا، شوف كده عندنا كلمة إيه النسفي، أول ما تسمع كلمة هو الكتاب شرح العقائد إيه، ها مين اللي هو صاحب الأصل؟ الشيخ التفتزاني هو الشارح. يبقى شرح إيه؟ شرح متن العقائد للنسفي. طب من هو النسفي اللي هو صاحب الإيه المتن؟ شوف كده إذا أطلق النسفي، أو ما تسمع كلمة النسفي من غير تحديد، يبقى ينصرف الذهن إلى أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود اللي هو المتوفى سنة 710 اللي هو المفسر. عارف تفسير النسفي؟ طب اسم النسفي اسم الكتاب، كل الناس يقول لك تفسير الايه، لكن لو سألته كنت طالب في الدراسات العليا اسم الكتاب ايه، يقول لك تفسير النسفي. ده احنا بنسميه كده، انما هو ليس ايه، اسم الكتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير. يبقى اسم الكتاب اللي ألفه الإمام النسفي اسمه، كثير طلب يرسب في الامتحان بأسئلة مثل هذه. هو يسمع حياته كلها أنه تفسير النسفي، لكن ليس حتى تفسير ابن كثير، ليس اسمه كده تفسير ابن كثير، اسمه ايه؟ تفسير القرآن العظيم. ها؟ تفسير القرآن العظيم. طيب البخاري، احنا نقول لك ايه صحيح البخاري، اسمه ايه؟ الجامع. ايه؟ وتفسير أبو السعود، لو كل واحد لي اسم الكتاب، احنا لا نحفظ، ناخذ ليه الكلمات المشهوره السهله. فاول ما تسمع كلمه النسفي يبقى هو ايه اللي هو صاحب الايه التفسير. وتفسير النسفي هو في الحقيقه ايه، مختصر من تفسير الكشاف للزمخشري ومن تفسير البيضاوي.
فالإمام النسفي لخص الكتابين في كتاب واحد. فتفسير النسفي عبارة عن اختصار ليه؟ للكشاف والإيه والبيضاوي. طب يبقى معنى كده الإمام النسفي لخص لنا تفسير الكشاف، والكشاف معتزلي أو الإمام الزمخشري معتزلي، قال لك هو اختصر تفسيره من الكشاف للإمام الزمخشري ومن تفسير الإيه البيضاوي، ولكن جرده من اعتزاليات الزمخشري، نقاه ونظفه من الايه الافكار الاعتزاليه، وخذ منه الفوائد الثمينه، وحذف ايه الاعتزاليات. بخلاف النسفي هنا، يبقى النسفي صاحب التفسير ليس هو صاحب العقائد. فكثير من الناس يقول لك العقائد النسفية روح ذهنه على مين؟ على المفسر. لا، النسفي هنا هو أبو حفص، وهو من طبقة الزمخشري. شوف كده، وقد لقيه بمكة، ده التقى معاه، يعني عاش في أيام مين؟ في أيام الزمخشري، ولكن توفي قبله بسنة. ولذلك تجد الزمخشري صاحب الكشاف توفي سنة 537، والنسفي صاحب العقائد سنة 538، يعني الزمخشري توفي قبل إيه النسفي بإيه بسنة. والنسفي صاحب العقائد له كتابان في التفسير غير تفسير الإيه النسفي المشهور، كتاب اسمه التيسير في علم التفسير، وكتاب اسمه الأكمل الأطول في التفسير، والكتابان غير مطبوعين، لا طبع هذا ولا طبع هذا. ذلك المشهور بين الناس التفسير ليه النسف. يبقى احنا عندنا كام نسفي دلوقتي؟ عندنا 2، اللي هو توفي سنة 710، اللي هو المفسر صاحب مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وعندنا النسفي اللي هو توفي بعد الزمخشري بسنة. يبقى خد بالك، النسفي المفسر 710، إنما النسفي صاحب العقائد 538، ده قبله بزمن كبير. وهناك نسفي آخر ثالث له تفسير اسمه كشف الحقائق وشرح الدقائق، غير تفسير النسفي الذي نعرفه، من كلام رب العالمين، اسمه محمد بن محمد بن برهان الدين النسفي، ده وفاته سنة 678. يبقى ثلاثة. وبعد كده عندنا أبو المعين النسفي، ده مش مفسر، صاحب كتاب تفسرة الأدلة، وهذا الرابع اللي هو أبو المعين النسفي صاحب تفسرة، صاحب تفسرة الأدلة، وكتاب ثاني اسمه بحر الكلام، اللي هو هنا قال عليه وقال الشيخ أبو المعين في التفسرة. الشيخ أبو المعين اللي هو صاحب التفسرة وفاته سنة 508، ده كان أيام قريب من الغزالي، الغزالي وفاته كان 505، هذا وفاته 508، يعني معناها أبو المعين ده قبل الجماعة دول كلهم، أقدمهم اللي هو أبو المعين النسفي صاحب. يبقى احنا عرفنا الآن النسفي المفسر غير النسفي صاحب العقائد، لأنه صاحب العقائد ده 538 والمفسر 710، مفهوم؟ وصاحب تفسيرة الأدلة 508. فهمتوا الآن ولا لسه؟ يلا. قال الشيخ أبو المعين في التفسيرة، يبقى أبو المعين اللي هو وفاته سنة 508 وله كتاب التبصرة، التبصرة ده اسمه تبصرة الأدلة.
إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل لعمر في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب. يعني عاوز يقول إيه الشيخ أبو المعين؟ عاوز يرد على إيه من قال إن المماثلة تثبت بالاشتراك في جميع الوجوه؟ قال لك لا، ده ممكن تحصل في وجه واحد لأنه هذا في اللغة لا يمتنع، فنقول زيد مثل عمرو في الفقه، يبقى هنا أثبتنا المثلية في وجه إيه؟ إذا كان يساويه، يعني متمكن مثله، ويسد مسده في ذلك، ويسد مسده في ذلك الباب. يبقى هنا أثبتنا المثلية في وجه واحد، وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة. احنا بس أثبتنا المثلية في الفقه فقط، في وجه واحد أو في أمر واحد. وما يقوله الأشعرية يرد على الأشعرية، يقول لك وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه فاسد. قال لك كلام الأشاعرة فاسد، بيقولوا أصلا ما ينفعش المماثلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه، ونحن أبطلنا هذا من ناحية اللغة، فنقول زيد مثل إيه؟ عمرو في الفقه، وإن كان يخالفه في كل شيء إلا إيه؟ يبقى الذي ادعاه الأشاعرة من أن المماثلة لا تكون إلا في جميع الوجوه فاسد، يعني باطل. ليه؟ وجاب دليل من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة مثلا بمثل، وأراد الاستواء في الكيل لا غير، يعني في وجه واحد، الحنطة بالحنطة مثلا بمثل. ما المراد بالمثلية هنا؟ في الكيل فقط، وليس في ايه؟ في جميع الوجوه. يبقى أراد المثلية في الكيل، وإن تفاوت الوزن، لأن الكيل غير الايه؟ غير الوزن. ممكن يكون الكيل متساوي والوزن مختلف، لأن المكيل غير الموزون. واضح؟ وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة، يعني المهم يكون هناك مماثلة، زي ما في الحديث الشريف التمر اللي هو الحديث كامله تحت موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النهي عن المبايعة في الأشياء اللي هي من جنس واحد، فقال التمر بالتمر، مش كده؟ يعني يبيع التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ المماثلة تكون في الكيل، لكن أفرض الوزن اختلف أو عدد الحبات، لأنه لو كانت المثلية في جميع الأوصاف يبقى يجب أن يكون الوزن واحد والعدد واحد والصلابة، يعني في مثلا حبة صلبة هناك إيه طرية، في صلابة وفي إيه رخاوة، لكن ما أراد هذا، إنما أراد في إيه؟ في الكيل. والظاهر أنه لا مخالفة بعد ما نقد الأشعرية راح إيه أراد أن يجمع بين الرأيين ويوفق بين القولين، فقال والظاهر أنه لا مخالفة، يعني بين قولنا وبين قول الأشعرية. كيف هذا؟ إذا كان بيقول لك الأشعرية قالوا لابد عشان يكون هناك مماثلة لازم يكون في جميع الوجوه، فلو اختلف في وجه واحد انتفت إيه؟ المماثلة، لو اختلف في وجه. فقال الظاهر أنه لا مخالفة. ليه؟ لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا. شوف التأويل ده، قال لك أصل الأشعري لما قال المساواة من جميع الوجوه
فيما به المماثلة، يعني لأن المماثلة هنا في الكيل، فهو متشابه في الكيل من جميع الوجوه، يعني في المقدار في الحجم في كذا، هنا في إيه؟ مماثلة من جميع الوجوه، لكنه من جميع الوجوه لكن لم يطلقها بل قيدها بالإيه؟ بما يحصل به المماثلة كالكيل مثلا. يعني هنا بيقول لك بأنه لا يكون كيل أكثر من كيل، وليس مراده الاستواء في الوجوه كلها على الإطلاق، فإنه غير معقول بين شيئين، لأن الاستواء وبرضه احنا كده بننتصر لمذهب الأشاعرة، الأشاعرة قالوا المماثلة تكون من جميع الوجوه، قالوا هذا ليس مراد على الحقيقة، لأن الشيئين إن استويا من جميع الوجوه مش هيكون شيء آخر، ده هيكون هو نفس الشيء، فلا بد أن تكون هناك مخالفة بين، وإلا لا يحصل التمايز. فمراد الأشعرية من جميع الوجوه التي تحصل بها المماثلة. يبقى إذن أصبح الخلاف بينهما خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام البداية أيضا. يعني الكلام اللي في البداية يحمل على هذا، وإلا وإلا فاشتراط الشيئين من جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد، فكيف يتصور؟ كلام سليم منطقي رصين، بيقول لك أصله الاشتراك بين الشيئين من جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد. يعني مثلا لما نجيب مثلا باء، الباء مع الميم، نجد فيه اشتراك في صفات الحروف، حتى المخرج للشفتين الواو باء ميم، بالمخرج واحد وهناك صفات مشتركة، لكن مع ذلك في اختلاف في وجه واحد أو في صفة أو في أكثر. لكن لما نجيب الباء مع الباء يبقى إذن هل يعتبر هنا شيئين؟ هو نفسه، لأن الباء هي الباء. يبقى إذن لو حصل اشتراك فيه بين حرفين مثلا في التجويد في المخرج وفي الصفات اتفاق تام، يبقى معناه هو نفس الحرف، يبقى إذن يرفع المشاركة من جميع الوجوه ومن جميع الأوصاف ترفع التعدد، فإذا ارتفع التعدد انتفى التماثل، لأن التماثل لا يكون بين شيء واحد بل بين شيئين. إذن فوفق وأصبح ارتفع الخلاف بين الفريقين. يعني معناها هنعود لأول جملة، ولا يشبهه شيء أي لا يماثله. إذن فالمماثلة والمشابهة واحد، سواء على رأي الأشعرية أو على رأي غيرها، لأن الأشعرية فسروها بالاشتراك في جميع الوجوه، وهنا أرجع الاشتراك فيما به المماثلة، فأصبح لا خلاف بين بين الفريقين. نعم. يلا. ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء. يعني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فلا يخرج شيء. يعني هنا شيء بالنسبة للعلم، يعني لا يخرج عن علمه معلوم، يعني لا يوجد شيء يعلم والله تعالى لا يعلم، لا يخرج عن علمه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، ولا يعني لا، ليس هناك شيء ليس معلوما لله،
طب ولا يخرج عن قدرتي شيء، يعني شيء هنا بمعنى ممكن، فالشيء هنا تستخدم في معنيين، وهي عند سيبويه فسر كلمة شيء من الناحية اللغوية بمعاني خمسة أو ستة بحسب السياق. يعني مثلا في قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، غير إن الله على كل شيء قدير. إن الله بكل شيء عليم هنا شيء يدخل فيه الواجب والممكن والمستحيل، أقسام الحكم العقلي الثلاثة. أما في قوله تعالى إن الله على كل شيء، يخرج الواجب ويخرج المستحيل لأنه لا تتعلق بهما القدرة، فيكون الشيء بمعنى الممكن. شوف اللغة العربية، والشيء ممكن يكون بمعنى الشيء المقدر ذهنا وليس موجودا في الواقع، كقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فشيء بمعنى شيء مقدر في الذهن بدليل إني فاعل ذلك، يعني ذلك الشيء فهو ليس موجود. والشيء يكون بمعنى الموجود كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في سورة ياسين، لأنه لا يدخل في الإحصاء إلا الموجود. فالشيء إما بمعنى الممكن أو بمعنى الواجب أو بمعنى المستحيل أو بمعنى المقدر ذهنا أو بمعنى الإيه الموجود، يبقى لها كم معنى؟ ستة، خمسة أو ستة ذكرها سيبويه وهو إمام في اللغة، وهذا من ناحية اللغة العربية. يعني مثلا إن الله على كل شيء مش على كل موجود، لأن الموجود لو أن الله أوجد الموجود لكان هذا تحصيل حاصل. طب إن الله بكل شيء عليم، يبقى هنا إيه الشيء يا إما الموجود يا إما الممكن يا إما الشيء اللي هو ممكن يوجد ولم يوجد يا إما الشيء الذي لا يوجد، هو كله ده إيه يعني بكل معلوم، والمعلوم إيه إما أن يكون أقسام الحكم العقلي الثلاثة، والشيء الموجود والشيء المقدر والشيء الإيه المقدر إيه ذهنا وهكذا. يبقى لا يخرج عن علمه شيء، يعني يعني بمعنى معلوم. ولا يخرج عن قدرته شيء بمعنى ممكن، فلا يمكن أن يكون هناك أمر ممكن والله تعالى لا يقدر عليه. إن الله على كل شيء، بس لازم نقول شيء ممكن، لأن المستحيل لا تتعلق به القدرة، والواجب بخلاف العلم، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. يلا. ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء، لأن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار. يعني إيه معنى بالبعض؟ يعني ببعض الأشياء أو بشيء واحد. فإذا كان الله تعالى تعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، لو أنه جهل بعض الأشياء ولو شيئا واحدا، أو عجز يعني عجزت قدرته عن إيجاد بعض الممكنات، لكان هذا نقص وافتقار إلى مخصص. نقص معروف، لكن إيه معنى افتقار إلى مخصص؟ يعني من الذي جعله قادر على هذه الأشياء وليس قادر على الشيء الذي عجز عنه؟ يبقى يحتاج إلى مخصص، يعني خصه بالقدرة على بعض الأشياء وعدم القدرة على بعضها الآخر، مع أن النصوص القطعية قاطعة بعموم العلم وشمول القدرة. النصوص القطعية القرآنية والتي وردت في السنة فيها قطع بعموم العلم، إن الله بكل شيء يعلم كل، لا تخفى عليه. يبقى معناها إيه؟ ذكرت أن علمه تعالى عام، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وشمول القدرة واضح لفظ الله على كل شيء قدير، فكان الله على كل شيء مقتدرا، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير.
لا فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا كما زعمت الفلاسفة. يعني الفلاسفة زعموا أنه سبحانه وتعالى ليس عليما بكل شيء. ليه؟ لأنهم قالوا إنه لا يعلم الجزئيات، فجعلوا علمه تعالى ليس شاملا وليس محيطا، وقالوا إنه عالم بالإيه؟ بالكليات، لكن الجزئيات لا. وحتى في القدرة قالوا إنه لا يقدر على أكثر من واحد، وعندهم مذهب معقد اللي هو ترتب عليه نظرية العقول العشرة، أن الواحد لا يصدر عنه من كل وجه إلا واحد، والواحد له اعتبارات، فباعتبار أنه كذا صدر عنه عقل أول وفلك ثاني، إلى أن قالوا بنظرية العقول العشرة هي فسادها الظاهر الإيه؟ البطلان. يعني الواحد لا يصدر عنه إلا إيه؟ واحد، يعني لا يقدر على أكثر من واحد، ده الفلاسفة. والدهرية أنه لا يعلم ذاته. الدهرية اللي هم يعني يقولون بقدم العالم، وأن الحوادث تستند إلى الدهر، كما أخبر الله تعالى عنهم، حكى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهم مذهب فاسد في العبادة، قالوا بترك العبادات رأسا لأنها لا تفيد، وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع منه. يبقى الدهرية قالوا لا يعلم ذاته، يعني في أقبح من هذا الكلام؟ يعني كأن الله تعالى لا يعلم أنه هو الله، ولا يعلم أنه خالق العالم، إيه الكلام؟ لا يعلم ذاته. والنظام، النظام ده إبراهيم بن سيار بن هان، هو معتزل، بس ليه في المعتزلة ليه كلام انفرد وحده به، له قول بالطفرة وله قول في إعجاز، يخالف أهل السنة والمعتزلة، وعاش 36 سنة فقط، ولكنه يعني أحدث ثورة في مذهب، فله يعني كلام وحده، يعني حتى من ضمن كلامه بيقول إن الله تعالى خلق الخلق ولا يقدر أن يفنيهم، وعنده إنه الخلق ربنا خلقهم دفعة واحدة مش بالترتيب، يعني سيدنا آدم وسيدنا محمد والأب كله خلق، لكن الترتيب في الظهور، أما في الوجود كله موجود مرة واحدة، لكن آدم قبل نوح ونوح قبل إبراهيم هذا بحسب الظهور، أما في الخلق والإيجاد كله وجد مرة واحدة. فلما تقرأ في كلام النظام يعني من لو عاش أكثر من 36 سنة ماذا كان يفعل؟ 36 عام، ومع ذلك خرج بهذا الكم الهائل من الأشياء دي الغريبة، وعنده أقوال غير مفهومة، القول بالطفرة موجود عند النظام، وله كلام في إعجاز القرآن يخالف جمهور المتكلمين. والنظام، والنظام أنه لا يقدر على خلق الجهل والقمح. والبلخي، والبلخي أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد. وعامة المعتزلة، وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. يبقى الفرق بين البلخي، البلخي معتزلي، أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد، أما عامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. ده إيه اختتام الكلام في التنزيه. يبقى خلاصة الكلام إيه بعد ما سمعنا آخر شيء في الكلام في المشابهة والمماثلة؟ نعلم أن النصوص اللي وردت في القرآن الكريم والسنة التي يسميها العلماء النصوص الموهمة للتشبيه،
للأمة فيها مذهبان، لا ثالث ولا رابع ولا مذهبان فقط، هما مذهب السلف ومذهب لي، وفي الحقيقة هو مذهب واحد ويسمى التنزيه، إلا أنه على طريقتين، فطريقة السلف تسمى إيه؟ التفويض، وطريقة الخلف تسمى التأويل. وهذا ما قاله وأجمله وأوجزه رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإمام إبراهيم اللقاني عندما قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يبقى النصوص اللي فيها أن الله يشبه شيء أو أن له مكان أو حد أو مقدار، كل هذه النصوص سواء كانت في القرآن الكريم أو في السنة حكمها واحد، وهو إيه؟ إما أن نؤمن بها ونفوض علم المراد منها إلى الله سبحانه، أو أننا نأتي بتأويل تفصيلي كما فعل مين؟ الخلف. أما السلف قالوا إيه؟ تفسيرها إيه؟ تلاوتها، أمروها كما جاءت، ونفوض علم المراد منها إلى الله سبحانه وتعالى. طب إذن ما هو الحد؟ كيف نعرف السلف من الخلف؟ السلف هم الموجودون قبل 400 سنة، يعني قبل 104، هؤلاء مين؟ طب والخلف بعد 105، يعني قبل سنة 400 هجرية، هؤلاء إيه؟ بعد سنة 500 دول إيه؟ سلف. يبقى تعد من أول الإسلام لحد سنة 400، يبقى دول مين؟ كده خلاص 401، خلاص ما فيش سلف. يبقى السلف قبل 400، ما فيش قبل 400، قبل 400، والخلف بعد إيه؟ 105. يبقى كده 400 سنة الأولى، القرن الأول والثاني والثالث والرابع، دول إيه؟ السلف. بعد 500 يبقى إيه؟ دول الخلف. خلاص كده؟ يبقى اللي بين 400 و500 دول لا سلف ولا خلف، اللي هم بين الإيه؟ ما في 100 سنة دلوقتي. يبقى هؤلاء لا يعدون لا في السلف ولا في إيه؟ في الخلف. وقيل، وهذا قول أيضا قوي، إنه السلف المراد بهم الصحابة والتابعين وتابعيهم فقط، والخلف من جاء بعدهم. يبقى إذن لو خدنا بالرأي الأول لحد 400 سنة، وبالرأي الثاني يبقى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يبقى كده في الحالة دي هيبقى الإمام أبو حنيفة على القول بأنه من التابعين يكون من السلف، والأئمة الثلاثة أيضا سواء الإمام أبو حنيفة من التابعين أو حتى من أتباع التابعين، فعلى القولين الأئمة الأربعة داخلون في إيه؟ في السلف بالاتفاق. ليه؟ لأنه لو خدنا بالرأي الأول 400 سنة الأولى فهؤلاء لم يخرجوا عنها، ولو خدنا بأنهم الصحابة والتابعين برضو لم يخرجوا عن إيه؟ كونهم من أتباع التابعين. فيسقط هنا مزاعم الفكر السلفي والوهابي عندما يقولون الاتباع اتباع من سلف، وعندما تسألهم من هم السلف يظنون أنه ابن تيمية، مع أن ابن تيمية ليس من السلف، لأنه بعد السلف قبل 400 أو الصحابة والتابعين. وكيف تأتي برجل في القرن السابع أو في القرن الثامن وتقول إنه من السلف؟ والسلفية كما قال شيخنا رحمه الله الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، قال إنها فترة مرحلة زمانية وليست مذهبا إسلاميا، لأن قلنا مذهب السلف والخلف هو التنزيه،
إذن عندنا طريقتان، طريق الخلف هو التأويل التفصيلي، والسلف هو التفويض، وكلاهما السلف والخلف يتفقون على التنزيه، لهذا هو القدر المشترك بينهما. ولهذا من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة، المذهب المعتمد في سائر الأمصار وفي سائر بلاد المسلمين هو المذهب الأشعري، حيث قال المعبر عنه في الجوهرة إمام اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. إذن فالذي لا يقبل التأويل ولا يقبل التفويض يبقى معناها ليس مذهبه قائما على التنزيه بل على التشبيه أو التجسيم، لأن التشبيه والتجسيم يتناقضان مع التنزيه، فلا يمكن أن تكون مشبها ومنزها أو مجسما ولا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل أفضل الصلاة مع أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.